المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر الوطني، وقد أرسلوا اليوم 30 أبريل إلى منازلهم. يذكر أن 19 مصابا كان قد تم توديعهم إلى بيوتهم بعد شفائهم، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 26 حالة شفاء. وحتى الآن بلغت حالات الإصابة في البلاد بفيروس كورونا 39 حالة. وزارة الصحة، 30 أبريل 2020. قدم سكان مديريات أبا شاول وجزباند ومايتمناي وقال نفع الدعم العيني والمالي للمحتاجين، وبموجب ذلك قدمت الفرقة العسكرية 59 الدقيقة والعدس والسكر والزيت ل 162 مواطن في أبا شاول، و 120 كنتال ذرة من أصحاب المتاجر ل 480 محتاج. كما تم توزيع مواد استهلاكية تم شراؤها بمبلغ 35,000 نعفة مقدمة من أصحاب المخابز بالمديرية لنفس المحتاجين، إضافة إلى توزيع 15,000 نافة و5 كنتال معكرونة و500 حبة صابون تبرع به محسن للمحتاجين. وفي مديرية أبا شاول أيضا قرر 3 مؤجرين التنازل عن إيجار 3 أشهر من 23 مستأجر في الوقت الذي تقدم فيه طاحونة صهاينيش للفلفل الأحمر تقديم الخدمات المجانية من الثالث عشر من أبريل وحتى 6 مايو. وفي مديرية جازابندا تم تقديم أكثر من 52,000 نعفة مستخرجة من السكان ل 87 محتاج. وقدمت جمعية السلام بجازابندا مبلغ 1,300 نعفة لكل من 9 أسر، والمبنى 4 مقدمة مبلغ 600 نعفة لكل من 13 أسر. وقدم أعداء السرية الأولى لأعضاء الجيش الشعبي 2,300 نعفة لكل من 13 من الأعضاء. وغطت مواطنة من المديرية سعر 100 صهريج مياه بقيمة 5,000 نعفة. وقدم أحد المواطن 500 نعفة لكل من 20 محتاج. كما ألغى 7 مؤجرين إيجار الشهر إلى 3 أشهر من 46 مستأجرين، والسماح لامرأة مسنة السكن المجاني الدائم. وفي مديرية مايتمناي ترك المستأجرين إيجار شهرين إلى 3 أشهر من 10 مؤجرين، في غضون ذلك وزع 60 كنتال ذرة من سكان حمبرتي بمديرية قلا نفعي ل 300 محتاج. يقوم المواطنون الإريتريون في الداخل والخارج بتقديم التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا ومساعدة المحتاجين. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. أفاد تقرير وزارة الصحة اليومي استمرار تبرعات المواطنين في الداخل والمهجر على المستوى الفردي والجماعي والأسري لتنمية صندوق التصدي لجائحة كورونا.
وفي هذا الإطار تبرع أعضاء وزارة العدل على مستوى البلاد بمرتب شهر ليصل مجموع تبرعهم 1,345,797 نقفة. والمعهد الوطني لمؤسسات التعليم العالي والبحوث أعضاء المكتب وجميع الكليات 1,734,426 نقفة. وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا 100,000 يورو، وشركة بريتش أمريكان توباكو إريتريا 360,000 نقفة، والمفوضية الوطنية للأسماك 200,000 نقفة، وأعضاء المكتب المركزي لوزارة البناء 66,558 نقفة، وعمال شركة حفر الآبار والمعادن 60,421 نقفة، وشركة الأدوية والمعدات الطبية فارميكور 50,000 نقفة، ومؤسسة أريتيك 50,000 نقفة. من جهة ثانية تبرع سكان ضاحية أمهور ب 122,100 نقفة، وضاحية ماي ورقي ب 100,315 نقفة، وضاحية مدالو ب 96,953 نقفة، وفندق كريستال ب 50,000 نقفة، وضاحية ماي عقادة ب 39,000 نقفة، وضحية هدامو ب 36,910 نقفة، وضحية تخول ب 16,000 نقفة، وجامبو جلاس ب 15,000 نقفة، وجمعية منتجي الخضر والفاكهة في عرزة ب 25,000 نقفة، وبلدة عرزة ب 14,000 نقفة، وكنيسة القديس جرجوس بمديرية عرزة 2,000 نقفة، وضحية درلاس ب 10,000 نقفة، وورشة الحدادة والنجارة بعد قعداد ب 10,000 نقفة، وضحية عداقة قابة بمايدما ب 12,000 نقفة، وضحية عدي قمشو ب 5,000 نقفة، وضحية قزادنقر ب 5,000 نقفة، وضحية سعد عدي ب 3,000 نقفة، ومؤسسة استيفانوس قبر أملاخ لاستخراج الرخام ب 5,000 نقفة. وتبرعت الجمعية التعاونية لنادي إسكانيا لكرة القدم ب 5,000 نقفة، والجمعية التعاونية لمناضلي أربعة أسمرة ب 10,000 نقفة، وشركة الأنوار الخاصة ب 5,000 نقفة، وعضو ماي وليد ب 5,000 نقفة، وطاحونة عدي شماقلة 2,000 نقفة، وكنيسة اليوم السابع إدفينيتيست إريتريا 200,000 نقفة، ووزارة التعليم شمالي دقمحارة ب 10,000 نقفة، وأصحاب شاحنات صهاريج المياه في دقمحارة ب 14,000 نقفة، وشركة ضعري الخاصة ب 6,000 نقفة، وشركة حويت المحدودة ب 5,000 نقفة، ومتابعة المؤسسات التجارية ب 4,305 نقفة، ودنكاليا بيفريج عصب ب 37,800 نقفة، وتجار مايمينه ب 127,400 نقفة، وضحية ميلاد مانتا ب 10,000 نقفة، وضحية حدش عد مايمينه ب 15,000 نقفة. وقدم عمال المركز الإريتري للمنطقة الحرة 50,000 نقفة، ونادي البحر الأحمر لكرة القدم 27,675 نقفة، والجمعية التعاونية بعالس جهير قارقات 10,000 نقفة، ومطعم دابرة 10,000 نقفة، ومقهى داميرة 10,000 نقفة، وحانة كريسبي 5,000 نقفة، والجمعية التعاونية للقديس ميكيل أدو للمقيمين في أسمرة 3,000 نقفة، ومتجر بايدي تسفاي لبيع وإصلاح الأدوات الكهربائية 3,000 نقفة، وورشة نجاسي هايلة للحدادة والنجارة 2,000 نقفة، وعدد كبير من الأفراد أكثر من 100,000 نقفة. وتبرع الإريتريين المقيمون في يوغاندا ب 200,000 دولار، وأعضاء السفارة الإريترية في يوغاندا مرتب الشهر بإجمالي 7,137 دولار لصندوق التصدي لوباء كورونا. تشيد في 15 مديرية بإقليم الجاش بركة 130 مدرسة، منها روضة أطفال و36 مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية داخلية. وأوضح المدير العام لقسم التنمية المعمارية في الإقليم المهندس إدريس إبراهيم أن هذه المدارس تشيد بإشراف حملة تنمية الإقليم الغربي في مديريات فورت الساوى ومقلو ودقة وغونيا وقلوج وهيكوتا وعال الجاش وغردات ولقعن سبا وبارنتو ومنصورة وملقي وصلعة وكركبت وشامبيكو. وذكر بأن معظم أعمال التشييد قاربت على الاكتمال، ويتوقع تقديمها الخدمات السنة الدراسية القادمة. وتضم المدارس ما
أبناء مكون من 4 فصول دراسية ومكاتب المعلمين ومخزن ومرافق عامة، بينما تضم المدرسة الداخلية الثانوية التي تشيد في أملايت بمديرية كركبت 10 مباني تشمل كافة البنى التحتية وسكن الطلاب. وتنفذ هذه المشاريع التي تضع في الاعتبار المناطق النائية بمشاركة المجتمع وقوات الدفاع وشركة البناء الوطنية ومؤسسة الغلال والمواشي والشركاء الآخرين. أظهرت المرأة الناشطة في الزراعة منذ عام 1994 في ضاحية نار أنس بمديرية أفعابد تحسنا في حياتها المعيشية نتيجة التأطر في جمعية ودعم محركات الضخ التي حصلت عليها. وتعمل النسوة التي قدمت لهن مساحة 2 هكتار من الأراضي الزراعية في أنشطة تنمية الخضر والفاكهة وتربية الحيوانات، ويقدمن المنتجات للسوق المحلي وأصبحن مثالا للأخريات. وذكرنا أن الزراعة المروية تمكنتهن من الإنتاج طوال السنة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل من قطر وجنوب أفريقيا بسبب قبولهما بالاستعانة بأطباء من كوبا لمكافحة وباء كوفيد 19، متهما هافانا باستغلال الجائحة. ومنذ أمد بعيد جعلت كوبا من تصدير خبراتها الطبية إلى جهات الأرض الأربعة محركا أساسيا لاقتصادها، وفي الوقت نفسه سلاحا دبلوماسيا خفيا. واعتبر الوزير الأمريكي أن الحكومات التي تقبل أطباء كوبيين يجب أن تدفع لهم مباشرة، لأنها حين تدفع للنظام فتساعد الحكومة الكوبية على جني أرباح من الاتجار بالبشر. وكانت بريتوريا التي تربطها علاقة جيدة مع واشنطن أعلنت وصول 217 طبيبا كوبيا للمساعدة في مكافحة كوفيد 19، الوباء الذي بلغ عدد المصابين به في جنوب أفريقيا أكثر من 5000 مصاب في أعلى حصيلة تسجلها الدولة في القارة السمراء. أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر حظر كافة النشاطات المؤيدة لحزب الله اللبناني في البلاد، كما كانت تطالب خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل. وتمشيا مع قرار الحظر، بدأت الشرطة الفيدرالية تفتيش عدد من المساجد والنوادي في عدد من الولايات الألمانية. وبحسب الداخلية الألمانية، فإن التنظيم المصنف بأنه جمعية إرهابية من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور يستخدم ألمانيا في المقام الأول كملاذ ولجمع التبرعات. وقد رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك خطوة مهمة فيما أسمته الكفاح العالمي ضد الإرهاب. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتي قنابل استراتيجيتين من طراز توبوليف 160 المجهز لحمل أسلحة نووية حلقتا فوق المياه المحايدة ببحر البلطيق، وذلك في خطوة دفعت فنلندا والدنمارك وبولندا والسويد لإطلاق طائرات حربية لمرافقة الطائرتين. وقالت الوزارة إن عملية التحليق كانت ذات طبيعية روتينية والتزمت تماما باللوائح الدولية للطيران. وقامت روسيا برحلات تدريبية مماثلة فوق المنطقة القطبية الشمالية والمحيطين الهادي والأطلسي، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر البلطيق بشكل منتظم، وهي سياسة اعتبرتها بعض دول حلف الشمال الأطلسي ترهيبا لا طائل منه. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين وهما من طراز توبوليف تي 160 القادر على حمل حتى 12 صاروخا نوويا قصير المدى حلقتا لمدة 8 ساعات.
بعد أن أجبرتها أزمة فيروس كورونا على وقف تحليق معظم طائراتها، أعلنت مصادر من شركة لوفتهانزا أن الحكومة الألمانية ستقدم حزمة إنقاذ مالية بمبلغ 10 مليارات يورو للشركة التي تبلغ خسائرها حوالي 1 مليون يورو في الساعة. وذكر الموقع أن الحكومة الألمانية وضعت شروطا يتمثل بعض منها في أن الحكومة المساهمة الجديد ستحصل على أقلية ومقاعد في المجلسين الإشرافيين، كما تصبح الشركة مرتبطة بوزارة المالية الفيدرالية. هذا وأعلنت مجموعة إير فرانس أنها ستحصل على ما يصل إلى 11 مليار يورو من المساعدات المالية من الحكومتين الفرنسية والهولندية. أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الفصل الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.